كان في حرص للتطوير مع سيادة الفريق للأقرب عليه. دي قضية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للحوار وغير قابلة للتشكيك أو لإشاعة أي كلام بشأن هذا الأمر. الأمر الثاني اللي رئيس الدولة المصرية رجل وطني متظاهر بينتمي مؤسسة عسكرية عظيمة، المؤسسة العسكرية دي اللي كانت تفتدي كل شبر من أراضي سيناء بالأرواح وبالدماء، فليس متصورة ولا مقبولة ولا معقولة إن هذا اللقاء الوطني اللي حرر مصر من أشد مستعمر في تاريخها هيفرط في شبر واحد أو هيسمح بالتفريط في شبر واحد من الأراضي المصرية. الأمر الثالث قناة السويس رمز للنضال الوطني، رمز الكمال عبد الناس والأمن والسعادة، ورمز الكرامة الوطنية حفرت بدماء المصريين وبحياتهم وبدمائهم، فليس متصورا إن يعني بعد كل هذا التاريخ النضال الطويل هيتم التفريط في جزء من سيادتها، ده أمر ليس معقول. دي رسائل يمكن أن نطرحها بس في الأول مع الوضع في الاعتبار إنه مش بقى بنظرية مؤامرة أو كده، لكن مصر حقيقة بتتعرض لموجات طارئة من الشائعات يوم بعد يوم، شائعات كثيرة جدا شائعة، فطبعا هذه الكتائب، وعلى فكرة ليست كتائب إخوانية فقط هي اللي أخذت الشائعات، لا دي كتائب كتير جدا لها مصلحة في إن قناة السويس لا يتم فيها أي تطوير أو أي تحديث. فننتبه لهذه الشائعات وننتبه. جئنا بقى سيادة الفريق وكلمنا عن الحقائق كاملة، مفيش حاجة يعني تستخبى، لكن في نفس الوضع لابد من الدخول في مشروعات اقتصادية تحت السيادة المصرية وتقوم بها الأيدي المصرية وبأموال مصرية خالصة للتطوير والتحديث، عشان تظل قناة السويس أهم مرفق للملاحة مش في الشرق، في العالم كله محتاجة لتطوير ومحتاجة لتحديث ومحتاجة لأيدي وطنية ومحتاجة لرؤى وطنية. فدي الحقيقة يعني معاني أنا حبيت أأكدها، وإحنا كإعلام بندافع عنها وبنسمنها وبنقف وراها وبندعمها. أي كلام آخر عن التفريط في الصيانة، عن التفريط في الكرامة، عن مش عارف شركات إيه، سيادة الفريق هيتولى الضغط على كل هذه الأمور. أنا بشكركم.